السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك منورني. عامل إيه؟ يا رب تكون بكل خير. النهاردة هنبدأ مع بعض خطوة خطوة تأسيس الجرامر من الصفر، من البداية خالص. سواء كنت لسه طفل صغير بيتأسس في الجرامر أو حد كبير وعاوز يعرف الجرامر من الأول، فالنهاردة الفيديو ده علشانك. الحلقة الأولى من المستوى الأول، الكورس بتاعنا اسمه The Best Start، وده كتاب للأستاذة غادة زكي، والكتاب متوفر بكثرة في المكتبات. ممكن كمان تتواصل معايا على صفحتنا على الفيسبوك أو مع صفحة The Best Start على الفيسبوك، وتعرف أقرب مكتبة متوفر فيها الكتاب، أقرب مكتبة ليك متوفر فيها الكتاب. طيب، ليفل 1 بيبدأ من الصفر، من البداية خالص. يعني النهاردة احنا إن شاء الله هنتكلم بالنسبة لـ Parts of Speech، أجزاء الكلام، هيتكلم على الناونز، على الاسم، ويعني هندردش شوية كده في الناونز، في الأسماء. فتعالى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ أول حاجة مع بعض، الجرامر من الصفر. علشان الجرامر مش بعبع، يعني انت ان شاء الله هتقدر تكتب جملة وتكتب باراجراف وانت مطمن جدا ان الجرامر بتاعك صحيح 100%. يلا بينا. بالنسبة للparts of speech، يعني أجزاء الكلام، يعني الكلمة اللي بالإنجليزي اللي بتتقال، الكلمة دي نوعها ايه؟ هل هي اسم ولا فعل ولا أداة ولا صفة ولا إيه بالظبط؟ الكلمة دي نوعها إيه؟ طيب هو الكلام ده هيفرق معايا إن أنا أعرف نوع الكلمة؟ طبعا هيفرق معايا جدا، لأن أنا أقول لك مثلا نضع الصفة قبل الاسم، فأنت لازم تبقى عارف يعني إيه صفة ويعني إيه اسم. يضاف للفعل ING، فأنت لازم تبقى عارف إيه هو الفعل أصلا. فالparts of speech يعني حاجة مهمة جدا. بس احنا طبعا يعني مش هناخد الموضوع ده كله او الparts of speech كلها في سيشن واحد، لا، احنا النهاردة هنتكلم على حاجة واحدة بس اللي هي النونز. هو هنا بيقولك ان الكلمة ممكن تبقى noun اسم، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، وممكن تبقى article اداة زي او an، ممكن الكلمة تبقى adjective صفة ان انا اصف واحد ان هو happy فرحان او كده، ممكن الكلمة تبقى verb فعل، ممكن الكلمة تبقى adverb ظرف، ايا كانت بقى. خلينا النهاردة في ده الناون الاسم. بصوا باختصار شديد، الاسم ده اجابة ايه ده او مين ده او ايه دول او مين دول، فالاجابة بتبقى اسم. خلاص، لو انت قلت لي ايه دي فانا اقول لك دي شاشة، فكلمة شاشة اسم. طب ايه ده؟ ده قلم، فكلمة قلم اسم. طب مين ده؟ ده أحمد، فأحمد اسم. طيب مين دي؟ دي منى، فمنى اسم. تمام؟ ايه دي؟ دي صبورة، فكلمة صبورة اسم. طب ايه ده؟ ده سجادة، فكلمة سجادة اسم. فايه ده؟ اوكي، او ايه دي؟ او ايه دول؟ او مين دول؟ او مين ده؟ او مين دي؟ فهو ده الاسم. خلاص؟ ماشي. فأنا مثلا الاسم ممكن يبقى person شخص. مين ده؟ ده حمزة، فكلمة حمزة نوعها كده في الانجليزي اسم، تصنف كده على انها اسم. ايه رأيك بلاش نقول اسم 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 اسم، تعال نسميها ناون. فلما اقول ناون خلاص انت فاهم ان انا اقصد اسم، فحمزة ده ناون. طيب مين دي؟ دي ساندي، فكلمة ساندي، كلمة ساندي كده في حد ذاتها ناون اسم. طيب مين ده؟ ده سيف، فكلمة سيف الكلمة دي تصنف ايه في الانجليزي؟ نوعها ايه؟ ناون اسم. طيب ملك، مين دي؟ دي ملك، فكلمة ملك عبارة عن ناون اسم. يعني يا مستر الاسم ممكن يبقى اسم شخص، ودي اول حاجة. ممكن الاسم يبقى person شخص، person شخص، person شخص، person. ممكن الاسم اقصد بيه اسم animals حيوانات، يعني مثلا لو انا قلت لك ايه دي؟ دي سحلية lizard، فكلمة lizard noun. noun يعني ايه؟ اوعى تكون نسيت noun يعني اسم. فكلمة lizard اللي هي سحلية بالانجليزي كده، الكلمة دي نوعها noun، نوعها اسم. طيب ايه ده؟ ده حوت، حوت يعني whale، فكلمة whale نوعها noun اسم. طيب ايه دي؟ دي giraffe زرافة، فكلمة giraffe نوعها noun، نوعها اسم. طيب ايه دي؟ دي بومة، وبومة بالانجليزي يعني owl. طيب ما هي owl دي اسم noun. يبقى استنى كده بقى علشان يعني ايه ما توش منك، هو انت بتقول ان اسم يعني noun. برافو عليك. طيب والnoun ده ممكن يبقى person شخص،
الناون ده ممكن يبقى animal حيوان بالظبط، والناون كمان ممكن يبقى thing شيء. اشاور على شجره واقول لك ايه دي، هتقول لي دي شجره tree، فكلمه tree عباره عن noun عن اسم. طيب كلمه pencil، pencil قلم رصاص، كلمه pencil كده في حد ذاتها كده pencil، الكلمه دي noun اسم. طيب كلمه bus اتوبيس، bus noun اسم. طيب كلمه cactus اللي هو نبات الصبار، cactus كلمة كاكتس دي ناون اسم مش فعل مش حرف جر، الكلمة دي ناون اسم. يبقى الاسم ممكن يبقى person animal thing شيء، ممكن الاسم يكون place مكان، زي مثلا ايه دي، دي القاهرة كايرو، كايرو دي مكان place، بس القاهرة نوعها ايه؟ لو انا كده كتبت كلمة كايرو، انت يا كلمة كايرو نوعك ايه في الانجليزي؟ احطك مع مين كده؟ احطك مع الاسماء. المدينة اسمها كايرو، اسمها كايرو، اسمها كايرو، فكلمة كايرو اسم، اسم مدينة كايرو ناون. طيب المبنى ده اسمه ايه؟ المبنى ده اسمه سكول، فكلمة سكول، سكول، سكول المدرسة ناون اسم. طيب جيزة ناون اسم. طيب هاوس، كلمة هاوس منزل، البتاع ده شايف البتاع ده اسمه هاوس، اسمه منزل، فكلمة هاوس اسم. طيب تمام، يبقى انت كده يا مستر بتقول لي ان الناونز الاسماء اوكي، ممكن تبقى، ممكن تبقى اسماء اشخاص، ممكن تبقى اسماء حيوانات، ممكن تبقى اسماء اشياء، ممكن تبقى اسماء اماكن. صح كده، صح كده. بقول لك ايه، تعالى نجيب سبورة واقول لك حاجة كده صغيرة في موضوع الاسماء. قلنا ان الناون يعني اسم، تمام. فايه رأيك نصنف الناونز لنوعين؟ نقول ان الناونز الاسماء نوعين، النوع الاول هنسميه common noun. يعني ايه common noun؟ يعني اسم عام، اسم عام. هقول لك يعني ايه اسم عام. طيب النوع الثاني هيكون proper noun. يعني ايه proper noun؟ يعني اسم علم. يا مصر انا مش فاهم حاجة يا مصر، بص 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 امشي معايا خطوة خطوة. اسم علم، هقول لك ازاي. الاسم العام لما اقول مثلا بوي ولد، هل انا قلت اسمه ايه الولد ده؟ اسمه ايه؟ لا، ما قلتش اسمه ايه، ولد وخلاص. تمام. جيرل بنت، ريفر نهر، ماشي. الحاجات دي في منها مليون وفي منها مليار كمان، مش مليون بس. بوي جيرل ريفر، اقول مثلا مان رجل، تمام. مان كلمه مان رجل اسم عام، في 100 مليون رجل فده اسم عام. اوكي لما اقول مثلا بليس مكان، فده اسم عام، كلمه مكان ماشي في 9990 مليار مكان، فده اسم عام، ده اسمه common noun. طيب في حاجة بقى اسمها proper noun، الاسم العلم اللي هو الولد ده اسمه ايه؟ الولد ده مثلا اسمه أحمد، فكلمة أحمد بيكون proper noun. وعلى فكرة ال proper noun بيبدأ بحرف capital، خلاص؟ girl، كلمة girl common noun اسم عام. طيب البنت دي اسمها، اسمها هدى، فكلمة هدى ده proper noun اسم علم، اسمها هدى، البنت دي اسمها هدى، معروفة باسم هدى، اوكي؟ فده اسم علم. ريفر نهر، لكن لما اسمي النهر، النهر ده اسمه النيل، اوكي؟ ذا نايل، ذا نايل، اوكي؟ ذا نايل، فكلمة ذا نايل، نايل اسم علم، proper noun. طيب كلمة مان رجل، في قلنا رجال بالمليارات، اوكي؟ مان رجل، بس في راجل كده اسمه علي، فكلمة علي ده proper noun. طيب place مكان، كلمة مكان اسم عام common noun، في 700 مليون ألف مكان. طيب لكن لما أقول مثلا والله المكان ده اللي هو مثلا جيزة، okay جيزة، تمام جيزة، جيزة ده proper noun. ليه؟ لأن أنا حددت المكان، okay. يبقى ال proper noun أنا بحدد، حددت الولد مين أحمد، حددت الجيرل مين هدى، حددت الريفر النهر ذا نايل، حددت المان الراجل اللي هو علي، حددت المكان البليس اللي هو جيزة. سواء كان بقى
common noun a proper noun. فهم كلهم اسماء اصلا، هم كلهم عيله واحده، تمام، كلهم كده في بعض كده عيله اللي هم عيله الاسم. فكلمه بوي ناون وكلمه احمد ناون، بس بوي يعني اسم عام واحمد اسم علم، بس بص هم كلهم ناونز اسماء. جيرل بنت اسم وهدى اسم. كلمه ريفر كده، كلمه ريفر في حد ذاتها الكلمه دي ناون اسم، وكلمه زنايل اسم برضو. كلمه مان رجل الكلمه دي عباره عن ناون في الانجليزي كده، احنا بنقولها يا ناون يا اسم. وكلمه علي برضو اسم. كلمه بليس كلمه مكان دي ناون، وكلمه جيزه ناون، وهكذا بقى. تاون مدينه، الكلمه دي ناون اسم. طيب كايرو ناون. طيب كلمه ماونتن جبل ناون اسم. طيب لو انا سميت الجبل وقلت ايفرست ناون برضو اسم، فكلهم اسماء. فده من تصنيفات الاسماء. الاسم ممكن يصنف، يعني نقول انواعه ان هو common noun و proper noun. ممكن الاسم يصنف على انه مفرد وجمع، ده تصنيف تاني للاسماء. طيب تمام، خليني بس الاول كده اقول شكرا. كانت حاجة، هي الحاجة مش موجودة هنا، الحاجة دي اللي هي common noun و proper noun، فانا يعني حبيت ان انا اتكلم فيها. تعال نرجع لكتابنا. فاكر اوعى تكون نسيت احنا قلنا ايه قبل ما ننتقل للسبورة. احنا قلنا الناونز الاسماء ممكن تبقى person شخص، ممكن تبقى animal حيوان، ممكن تبقى thing شيء، وممكن تبقى place مكان. وبدأنا ناخد كده يعني تمرين خفيف ظريف جميل. يقولك ده كده الكروكودايل، هو ده animal ولا place ولا person؟ هو animal. انا لازم معلش ابقى عارف animal حيوان، animal place مكان، person شخص. اوكي، number one crocodile is an animal. تمارين هتكون سهلة جدا. تعالى بقى عندنا حاجة اسمها الـ articles. ايه الـ articles دي؟ اهي دي بقى بتتحط قبل الاسم، وركز كده معايا، بتتحط قبل الاسم. الارتكلز الادوات، وانا عندي تلات ادوات خطيرين جدا ومهمين جدا، ا وان وذا، اسمها ذا ذا ذا. يعني احنا مثلا ما بنقولش ذا بوي، ذا ذا ما تمدهاش، بص ذا بوي ذا بوي ذا مان ذا ذا ذا. طيب انت دلوقتي يا مستر شكلك كده سبت الناونز الاسماء. ايوه بالظبط، انا سبت الاسماء ودخلت في الارتكلز في الادوات ذا وآ وآن. هو ايه ذا وآ وآن؟ بص نجيب سبوره تاني، احنا هنجيب سبوره كتير النهارده، نجيب سبوره تاني وتعالى يا سيدي نرسم. المره دي هنرسم. اوكي تمام، احنا كده قدامنا خمس عربيات. فدي اسمها ايه؟ اسمها عربية car. اسمها، خلي بالك كلمة car، car سيارة عبارة عن noun عن اسم. بتاع دي الثينج ده الشيء ده اسمه car، اسمه اسم. ودي car ودي car ودي car ودي car. صح؟ لا مش صح. ليه مش صح؟ ما هو يا مستر العربية يعني car او سيارة يعني car. لا يا بابا، سيارة يعني a car. هو الانجليزي انت لازم تقول اداة قبل الاسم. ليه بقى؟ لازم كده في الانجليش، لازم الاسم المفرد، وانا خليك معايا في المفرد لان الجمع لسه هيجي وهيكون في كلام تاني. الاسم المفرد، الاسم المفرد اللي هو الحاجة الواحدة بس، بحط قبلها اداة. اداة اداة ارتكل، اقصد واحدة من التلاتة دول، او ان او ذا. في ادوات تانية ممكن تتحط، حاجات ملكية بقى، بس امشي معايا خطوة خطوة، وكل الحاجات التانية دي هنقولها في وقتها ان شاء الله. يعني لما اقولك سيارة يعني ايه، فلو سمحت ما تقوليش كار، قولي a car. خلاص؟ يعني يا مستر انت كنت بتضحك عليا لما كنت بتقولي ان دي تري، المفروض كنا نقول a tree. كنا المفروض نقول a tree. وده pencil، المفروض كنت تقول لي a pencil. المفروض صراحة كنت اقول لك a pencil. والاوتوبيس كنت تقول لي a bus. تمام، كنت اقول لك a bus، فده صح.
طب ما قلتليش ليه وقتها؟ لا انا بمشي معاك خطوة خطوة وحاجة حاجة، تمام؟ خلينا كده طالعين السلم سلمة سلمة. دي اسمها اكار، ولد اسمه ابوي، فلو سمحت ما تقولش بوي تاني، ابوي. ولد يعني ايه؟ ابوي. طيب بنت يعني ايه؟ قول a girl. a girl. خلاص؟ كتاب يعني ايه؟ a book. مدرسة يعني ايه؟ a school. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب هو دايما اه؟ لا مش دايما اه، ممكن بدل ما نقول اه نقول ان. ايه ده؟ خلاص اقول ان كار. لا ما ينفعش تقول ان كار. ليه طيب؟ هقول لك على حاجة، بس الأول تعالى كده نقول حاجة بسيطة جدا، حروف الإنجليزي A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. حروف الإنجليزي 26 حرف، تعال كده ناخد منهم خمسة نخطفهم A A I O U A A I O U. تعال ناخد الخمس حروف دول اللي احنا بنعملهم في شكل وش جميل كده أمور A E I O U. هناخد الخمس حروف دول وهنسميهم vowels. هنسميهم vowels اللي الناس بتقول عليهم حروف متحركة، وبيني وبينك المفروض نقول عليهم أصوات متحركة. خمسة A E I O U، والناس بتقعد تغنيهم علشان تحفظهم A E I O U، والناس يعني بتقعد تألف أغاني كتيرة ليهم. أيا كان أنت لازم تبقى عارف الخمسة دول A E I O U A E I O U A E I O U. فالخمسة دول هنسميهم vowels. طيب الواحد وعشرين حرف الباقيين البي والسي والدي والاف والجي والاتش والجاي والكي هنسميهم consonants، حروف ساكنة، والصح ان انا اسميهم اصوات ساكنة. يعني انت يا مستر قسمت لي الحروف ل vowels و consonants، حروف متحركة المفروض نقول اصوات، وحروف ساكنة المفروض نقول اصوات. متحرك وساكن، متحرك وساكن، تمام. طيب وقلت لي ان المتحركين دول خمسة، ال A وال E وال I وال O وال U، والساكنين دول 21 بقى، ال B وال C وال D وال G وال N وال K وال L وال F وال T تمام. طيب هو انت ليه بتقسم لي خدت خمسة كده لوحدهم؟ علشان نبص للاسم، نرجع للاسم تاني ونسأل الاسم، يا اسم انت اول حرف فيك ايه؟ هل هو حرف vowel ولا حرف consonant؟ هل هو متحرك ولا ساكن؟ والمفروض نقول اصوات مش حروف. يعني مثلا car، يا كلمة car يا اللي معناك سيارة، ايه اول حرف فيكي؟ حرف السي، وحرف السي اللي هو الصوت الك من الفاوز ولا من الكونسوننت؟ لا حرف السي مش اي ولا اي ولا اي ولا او ولا يو، يبقى هو من الكونسوننت. حلو قوي، لما الاسم يبدا بكونسوننت بحرف ساكن هنا بقى نحط قبله الاداه ا اكور. طيب لو الاسم بدا بفاول زي مثلا ابل، ابل يا اولاد يعني تفاحه. طيب الاسم او كلمه ابل او الاسم ابل هل ينفع احط قبلها ا؟ لا. ليه؟ تعال نسالها، يا كلمه ابل ايه اول حرف فيكي او اول صوت فيكي؟ اول حرف هو حرف الاي اللي هو صوت الا. طيب حرف الاي فاول من المتحركين، فلو الاسم بدا بحرف متحرك ال A وال E وال I وال O وال U هنا بقى احط قبله an.
نقول an apple. an apple. اقول لك وانا صغير كنت بعلمها ازاي؟ كنت بقعد اقول مثلا لا انا ما ينفعش اقول a apple، لان a اصلا في حد ذاتها من المتحرك، وابل بدا بالايه متحرك، لا بلاش اجيب اتنين متحرك ورا بعض، افصل بينهم بالان، فتبقى an apple. انا كنت بعرفها كده وانا صغير، بعلمها لنفسي كده an apple. an apple. an apple تفاحة. a car سيارة. خلاص يا مستر، انت لما تقول لي سيارة يعني ايه انا هقولك a car، ولما تقول لي تفاحة يعني ايه انا هقولك an apple. برافو عليك، عسل. طيب لو انا قلت لك، لو انا قلت لك برتقانة يعني ايه؟ ما تقوليش orange. لا لا لا، لو سمحت قولي an orange. an orange برتقانة. an orange. ان او ان اللي هي بادئه بالاو، والاو فاول متحرك من الخمسه، فنقول ان اورنج. طب انا لو قلت لك بيضه يعني ايه؟ خلاص ما تقوليش اج، وطبعا ما ينفعش تقول لي اج، لا ان اج، لان اج اولها الاي، والاي من المتحركين من الخمسه. ان اج. ان اج. ان اج. طيب هو انا يعني قربت افهم كده او ان، حلو قوي. ا وان هحطهم قبل الاسم صح؟ طب هو ليه بحطهم اصلا يعني؟ هو طب ايه الفكره منهم؟ الفكره منهم انك تقول ان الحاجه دي واحده وعاديه. يعني ايه واحده وعاديه؟ لما اقول لك ان اورنج برتقانه، يعني برتقانه واحده. ايه ده؟ هو او ان كاني بقول 1 واحد. كانك بتقول 1 واحد. طيب ماشي تمام. او ان اقصد ان انا اقصد حاجه واحده وعاديه. عاديه يعني زيها زي غيرها. اكات قطه، مش قطه معينه. ان ابل تفاحه، مش تفاحه معينه، يعني اقصد تفاحه معينه، لا تفاحه اي تفاحه. تمام. ابوي ولد، اي ولد مش فارقه. ابن قلم، قلم وخلاص. تمام. يبقى او ان يا ولاد، او ان نرجع تاني هنا كده 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 هنا عند العربيات اللي رسمناها. احنا قلنا على دي a car، سيارة واحدة وعادية زيها زي غيرها. a car. a car. a car سيارة عادية. اوكي، علشان كده حطينا a. ان ابل قلنا تفاحه. اقول لك لو سمحت بس جيف مي ان ابل، اديني تفاح، طبق فيه تفاح كتير، وبقول لك لو سمحت جيف مي ان ابل، اعطيني تفاح، ناولني تفاح من الطبق اللي هناك ده. فانت روح ومد ايدك على اي واحده وهاتها لي، فهقول لك شكرا جدا والله كتر الف خيرك. جيف مي ان ابل، اديني تفاح. لكن لو اقصد حاجه معينه بقى، هنا نرجع لده تي اتش اي ده هنا بقى. لا 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 لا، لو سمحت مش تفاحة عادية، مش أي تفاحة وخلاص. the apple التفاحة. okay. the car السيارة. the man الرجل. ايه ده؟ هو ذا اللي هي ألف ولام كده؟ هي ألف ولام. the man الرجل. هو انا لما اقولك الرجل، انا شفت الرجل، فانت اكيد هتعرف ان انا ما اقصدش اي راجل، لا في راجل معين انا اقصده. الراجل اللي قابلناه امبارح، الراجل اللي سلم علينا، الراجل اللي مثلا علمنا حاجات. the man الرجل. the boy الولد. the girl البنت. اقول لك بص بص بص، look 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 this is the boy، ده الولد. فالولد اكيد اكيد اقصد ولد معين، اكيد انا مش هشاور على اي ولد واقول لك الجمله دي. فذا غير او ان. فعلا انت كده يا مستر عاوز تقول لي ان وان ادوات نكره. نكره يعني اي حاجه وخلاص، اي حاجه والسلام. اوكي. ابوي ولد، اي ولد. ان امبريلا شمسيه، اي شمسيه، اي شمسيه وخلاص، مش هتفرق. لكن ذا بوي الولد، ذا بوي ولد معين. the umbrella الشمسية، شمسية معينة، شمسية بتاعتي، شمسية اللي ضاعت مني، شمسية معينة مش أي شمسية. the umbrella. طيب هنرجع تاني للعربيات بتاعتنا. العربيات بتاعتنا
هتلاقي في عربية كده غير العربيات دول، عربية معينة. فأنا وأنت مثلا بنتمشى، فقلت لك يا شايف العربية الصفراء دي؟ مختلفة صح؟ اه مختلفة. تاني يوم شفناها، هل أقول لك look this is a car ولا this is the car؟ أقول لك إيه؟ لا هقول لك look، هقول لك كده look انظر، this is the car، this is أشاور عليها وأقول هذه the car، this is the car، هذه هي السيارة، سيارة معينة. مش أي عربية، ده العربية الصفراء بتاعت امبارح اللي كانت مختلفة عن العربيات اللي كان لونها مختلف. this is the car، this is the car، هي دي العربية بقى، السيارة واحدة مختلفة. يبقى نقول تاني، الاسم بيتحط قبله أداة، الأدوات كتير جدا بس أنا عاوز a و an و the. a و an إخوات، a و an عيلة واحدة، a و an أقصد أي حاجة واحدة بس وأي حاجة، أوكي؟ أي عربية، أي ولد، مش هتفرق. نكرة، أدوات نكرة، أي ولد، أي بنت، أي علم، أي مدرسة، أي تيشيرت، أي حاجة، أي واحد، ما اقصدش حاجة معينة. أي وآن، طيب إمتى استخدم آ وإمتى استخدم آن؟ قلنا لو الاسم بدأ ب vowel بصوت متحرك اللي هو A E I O U حط قبله آن. طيب لو بدأ بالواحد وعشرين حرف الباقيين حط قبله آ. أما ذا فذا أقصد حاجة معينة أو حاجة محددة، أوكي؟ The car السيارة، ما أقصدش أي سيارة، أقصد سيارة معينة. طيب لو رجعنا للكتاب بتاعنا، تعالى كده نرجع هنا للأدوات، أوكي؟ طبعا هو حط آ وآن مع بعض لأن دول أدوات نكرة، أقصد أي حاجة وخلاص. أما ذا فذا دي لوحدها في مكان تاني لأن ذا أداة معرفة، أداة أصلا يعني article 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 أداة، فذا دي عبارة عن definite article، أداة معرفة بحدد بيها الحاجة. the boy الولد، الولد ولد معين، the boy أنت فهمني طبعا، the boy الولد، ما أقصدش أي ولد طبعا. فذا definite article أداة معرفة. أما a و an فدول indefinite articles أدوات نكرة، indefinite articles أدوات نكرة. هنا بيقولي الأدوات تأتي قبل الأسماء، يعني مش هتيجي قبل الفعل، لما ناخد الفعل الأدوات ما تجيش قبله وما تجيش قبل الصفة إلا لو الصفة وراها اسم، وبرضو الكلام ده إن شاء الله هيجي دوره. فالأدوات بتأتي قبل الأسماء، هي الأدوات a و an و ذا دول بيجوا للأسماء بس، ما بيجوش لحاجة تانية غير الاسم، خلاص؟ علشان تحدد الاسم ده نكرة في منه كتير وزيه زي غيره ومش شرق اي واحد، ولا معرفة حاجة معينة بس ولد معين. طيب بالنسبة لذا فذا أداة معرفة زي كده ال، تمام؟ ال الولد the boy، البنت the girl، فال دي اللي هي ذا، تمام؟ السيارة the car، تمام؟ الكتاب the book، بتستخدم مع الأشياء المعروفة، الولد ولد معروف، أنا وإنت نقصد ولد معين، أو محددة مسبقا لنا إحنا عارفين بنتكلم عليها أصلا. يعني أقول لك the car السيارة، العربية الصفراء لما شفناها قلت لك I saw the car، أنا شفت السيارة. فأنت تقصد السيارة اللي شفناها، صفراء، عربية معينة مش أي عربية. طيب أو أن، او ان بقى لا اي عربيه، اي تفاح، اي ولد، اوكي؟ ا او ان ادوات نكره، نكره نكره يا ولد يعني مش معروف، نكره. او ان ادوات نكره معناها في العربي ايه؟ لا ملهاش معنى في العربي، ملهاش معنى في العربي، ممكن 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 تعتبر معناها واحد، خلاص. اكار يعني عربيه، عربيه واحده يعني، امان راجل، راجل واحد، او ملهاش معنى في العربي. او ان انجليزي بس ما لهمش معنى في العربي، بس انت بتستخدمها مع الكومن ناون يعني مش مع البروبر ناون، يعني ما ينفعش تقول احمد الاسم العالم، ما ينفعش تحط قبله ا او ان، هو مع الاسم العام، ولد، بنت، مبنى، مدرسه، ادوات نكره ملهاش مقابل في اللغه العربيه، بتستخدم مع المفرد بس، اوعى تستخدمها مع الجمع. يعني اوعى في مره تقول اكاتس، لما نيجي ناخد الجمع هنشرح الكلام ده. زي ما قلت لك امشي معايا خطوه
خطوة. فآو آن أدوات نكرة بيتحطوا قبل الاسم المفرد علشان أبين إنه أي حاجة وخلاص، يعني مش فارقة، مش حاجة معينة يعني، تمام؟ يعني حاجة غير محددة. هنا كات اتحط قبلها ذا، وكات اتحط قبلها آ. لما يتحط قبلها ذا قلنا ذا يعني ال، ذا كات القطة، القطة قطة معينة، مش أي قطة، القطة بتاعتي أو القطة بتاعتك، بس مش أي قطة من الملايين قطط. أكات قطة، أكات قطة. أقول لك أنت تعرف في قطة نطت من الشباك، أي قطة بقى من قطط الشارع، يعني مش قطة معروفة، لا لا لا، قطة عادية، أكات قطة. لكن لو هقولها تاني بقى، القطة اللي نطت من الشباك، هنا بقى ذا كات. لما أقول الحاجة التاني مرة، لا هنا بقى مش أي حاجة وخلاص، لا ده أنت تقصد قطة معينة كلمنا عليها قبل كده. ذا يا ولاد بتتحط قبل أي اسم مفرد، جمع، يعد، لا يعد، والجمع واللي يعد واللي يعد هنتكلم عليه قدام. المهم ذا حلوة، يعني ذا ما بتعترضش على حاجة. لو أنا حطيت ذا قبل بوي، ذا بوي الولد، ماشي. ولو حطيتها قبل ذا بويز الأولاد برضو ماشي، يعني قبل المفرد وقبل الجمع، خلاص ماشي. لكن أو أن ما ينفعش يتحطوا قبل الجمع، عارف ليه؟ لان انا قلت لك في نص الكلام كده ان او ان معناهم واحد، فما ينفعش ان انا اقول a boys، دي جريمة يعاقب عليها القانون. a boys ليه؟ لان boys جمع، فما ينفعش تقول واحد اولاد. هنا يعني واحد، او ان بيتحطوا قبل المفرد بس، لو سمحت قبل المفرد بس، او ان بيتحطوا قبل المفرد بس، قبل الجمع لا. خلي بالك علشان خاطري من الحاجة الخطيرة قوي دي. بعد كده بيقول لي انت تعرف بقى ان الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت ساكن اللي هو الكونسوننت اللي هما 21 حرف بنحط قبله ا. يعني بص الكلمة بوك، انت يا بوك قبلك ايه، او اول حرف فيك ايه؟ اول حرف فيا البي. طيب حرف البي ده consonant ولا vowel؟ لا consonant، فنحط قبله A فتبقى A book. كلمة mop الممسحة، أول صوت فيكي صوت الـ M sound أو حرف الـ M، حرف الـ M مش من الخمسة A E I O U، فهحط A A mop. chair صوت الـ Ch sound أو حرف الـ C، فهنا الصوت ده consonant من الأصوات الساكنة، فهحط قبله A A chair. اما بقى لو الاسم بدا بفاول اللي هما الخمسه A E I O U، خلاص الخمسه اللي بنعملهم في شكل وش A E I O U A E I O U A E I O U، لو الاسم بدا بواحد منهم فنحط قبله an مش a، وan بتادي نفس وظيفه a، الاثنين معناهم واحد، الاثنين معناهم أداة نكرة، والاثنين معناهم أي حاجة وخلاص، أي حاجة مش معينة يعني، مش محددة، مش معروف، أي حاجة. an axe طبعا كلمة axe اللي هو الفاس، تمام؟ أي فاس، أي فاس، مش فاس معروف ولا محدد، فاس، كلمة فاس، فاس. an axe، هو ليه حطيت an؟ لأن axe أولها الـ A، أوكي؟ الـ A، A E I O U، فأولها الـ A vowel، فحط an. طيب عاوز اقول اي شمسية، هو كلمة شمسية يعني امبريلا، امبريلا اولها ايه؟ اولها اليو، واليو من الفاولز، فطالما بدأ بحرف متحرك او بصوت متحرك اقول ان، ان امبريلا. طيب الايس بوكس اللي هو صندوق التلج، ايس بوكس، هو كلمة ايس بوكس بدأ بالايه؟ اول حرف فيكي ايه يا ايس بوكس؟ اي. طيب والاي ده، الاي ده من الفاولز، احنا قلنا الاي والاي والاي، وطالما من الفاولز من المتحركين فحط ان، ان ايس بوكس، يبقى الخمسه اي 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 او يو بتوع ان، خلاص تمام. فهنا بقى بيقول لي طيب بوت ا او ان، يلا حاضر. عاوز اقول اي اتوبيس، اباص. طيب ليه مش ان باص؟ لان باص اولها البي، والبي ساكن. طيب اول، اول اولها الاو، والاو من الفاولز من الخمسه، من الخمسه الاشقيه، فنقول ان،
يبقى الخمسة الأشقية ياخدوا أن أن أن، والواحد وعشرين الغلابة ياخدوا أ. السيشن الجاي إن شاء الله نبدأ نتكلم بقى في موضوع المفرد والجمع. بس قبل ما أبدأ في موضوع المفرد والجمع، فأنا عاوز أعمل حاجة صغيرة برضو. نرجع نجيب السبورة بتاعتنا وأقول كده حاجة صغيرة جدا جدا نختم بيها فيديو النهاردة. طبعا احنا النهاردة كل اللي قلناه ان الكلمة parts of speech أجزاء الكلام، الكلمة ممكن تبقى noun اسم، والاسم هو اللي ينفع يتحط قبله الأدوات a أو an أو the. وما ينفعش ان انا احط a وan قبل الجمع، لا يتحطوا قبل المفرد بس. أو أن أقصد أي حاجة، لأن دول أدوات نكرة indefinite articles. أما the فذا أداة معرفة، أقصد حاجة معينة. the boy الولد، ذا بتساوي ال، ودي definite article أداة معرفة. حاجة صغيرة أختم بيها، قلت لك كده في نص الكلام إحنا بنتعامل المفروض إن أنا أقول أصوات مش حروف. يعني إيه؟ يعني المفروض إن umbrella يتحط قبلها ايه؟ زي ما قلنا يتحط قبلها ان، صح فعلا. ليه؟ لان امبريلا بدأ باليو، واليو من الفاولز من الخمسة a e i o u، فاليو من الخمسة اللي بيجي معاهم ان، الخمسة اللي بيجي معاهم ان. طيب نفس الحرف، حرف اليو لما الاقيه في كلمة university اللي هي جامعة، المفاجأة بقى ان university اللي بدأ باليو بحرف اليو هيتحط قبلها a. ايه ده انت بتقول ايه؟ ازاي؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت جاي في الاخر تقول مفاجأة زي دي؟ انت جاي في الاخر في اخر الفيديو وتقول لي ان university اللي بدأ باليو، واليو ده من الخمسة من الحروف المتحركة اللي المفروض يبقى قبلها ان، انت جاي دلوقتي تحط قبلها a a university؟ اه a university. ليه بقى؟ اقول لك ليه. علشان المفروض اننا بنتعامل مع اصوات مش حروف. هو في الغالب ال a وال e وال i وال o وال u في 99% بيتحط قبلهم ان فعلا. بس هنا اليو غير اليو دي. ازاي؟ تعالى كده نشوف اليو دي نطقناها ايه. اه امبريلا، اه امبريلا. لكن اليو دي هل ادت صوت الاه؟ انا بقول يونيفرستي، يو 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 يونيفرستي. هنا حرف اليو ادى صوت مختلف، ادى صوت ساكن، فانا بتعامل مع اصوات. انا ليا الصوت اللي سمعته، انا سمعت صوت كونسونانت، انا ما سمعتش صوت الاه، انا سمعت صوت الي ي يونيفرستي يونيفرستي، سمعت صوت كونسونانت، علشان كده هحط A. انا ليا الاصوات، انا بتعامل مع اصوات. الكلمة دي ماليش دعوة بالحرف، هي بدأ عندي كده، عندي وداني كده بصوت ساكن. خلاص؟ هي بدأت عندي كده بصوت ساكن. بدأت بصوت ساكن، بدأت بصوت الـ university. عارف كلمة hour؟ اللي هي ساعة، hour. المفروض ان انا بص للكلمة دي واقول الله ده بدأ بحرف الـ H، والH مش من الخمسة اللي بياخدوا آن، فالمفروض أقول A A hour. لا، هتقول آن. إيه ده؟ آن؟ آه. ليه؟ علشان الH أصلا silent. silent يعني صامتة، يعني ملهاش صوت. الH هنا ولا لها أي صوت أصلا. أنا بقول hour ما قلتش hour. الH اللي هو صوتها ها ما قلتوش. انا اول حاجه بدات بيها صوت الاو، اه اور اور اور، اوكي. فانا بادئ يعتبر بفاول. ايه ده الصوت كده؟ انا بادئ بصوت فاول، فاقول ان اور، لان انا بادئ بصوت متحرك، فانا بتعامل مع اصوات. فالحاجه دي كنت حابب كده ان انا يعني ايه اقولها لك برضو قبل ما نقفل الفيديو. فاحنا كده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، اتكلمنا على الناونز الأسماء، واتكلمنا على الارتيكلز أو أن، أي حاجة عادي مش هتفرق. ذا حاجة معينة، ال ذا بوي الولد، ولد معين. أو أن بيتحطوا قبل المفرد بس، المفرد بس، الجمع لأ. بعد كده ما تقولش بقى سيارة كار، لأ يا ريت تقولها لي أكار.
اتوبيس قول لي اباص، كتاب قول لي ابوك، ولما اقول لك الكتاب قول لي ذا بوك، ولما اقول لك الولد قول لي ذا بوي، ولما اقول لك البنت قول لي ذا جيرل، ولما اقول لك بنت قول لي ا جيرل بنت. خلصنا فيديو النهارده وثانك يو فور واتشنج، وان شاء الله نلتقي في السيشن الجاي. وكل سيشن كده الكلام يعني هيكبر معانا والموضوع هيكبر معانا. نستودعكم الله، سلام، جود بايت.